عبدالسلام الشبيهي من الشرفاء الأدارسة ورئيس مجلس الشرفاء القرآن الكريم في مدينة مولاي. بالنسبة لهذا التظاهرة هذا النهار اللي كانت هي عبارة عن الافتتاح الرسمي لمواسم فتح الأكبر مولاي إدريس رضي الله عنه، واللي هو اللي دخل الإسلام المغرب كما يعرف الجميع، وتتكون سنويا. وهذه السنة هذه هذا الاحتفال هذا اللي حضروا الحاج بن مالكي ومجموعة من الشخصيات والمصالح الخارجية الولائية ومجموعة من الشخصيات الباردة على مستوى مدينة تونس ومدينة مولايديه، واللي كانت البداية ديالو قبل الصلاة الصباحية كانت توزيع الهبة الملكية الكريمة، واللي استفاد منها أكثر من 540 مستفيد، وكانت في عدة فئات موثقة برنامج مخصص موعد بشكل مخصص. هذه الفئات هذه هي الشرفاء الأدارسة اللي تكون الذعاب ديالهم، ذعاب الشرفاء العلويين، المقعدون، المكفوفون، والأمراض المستعصية لعلاجها، والمرضى العاجزون، بالإضافة إلى مجموعة ديال المقعدين اللي استفدوا من الثلاثة المتحركة. هذا الموسم هذا ليس عنده طابع ديني محض، واللي تشاركوا فيه مجموعة ديال المدن المغربية وعلى رأسها مدينة فاس ومدينة تطوان، مدينة طنجان، مدينة كناز، وهو ديال الفقراء الإعلاميين. وهذا الفقراء الإعلاميين هذو البداية ديال الموسم التاريخ ديالو أنه كان في البولغيت بالأمداح النبوية وبالذكر وبالذكر، وملي ذكرنا ملي بداو تيجيو البولغيت صبات الشتاء مباشرة، بعد ملي وصلوا لهنا باب التاريخ المغرب مباشرة صبات الشتاء، ومداك التاريخ هما كيخلدوا الذكرى السنوية ديالو. وهاد الأمداح هي عبارة عن الأمداح النبوية بالنسبة مجموعة الطوائف، وتبقى برنامج عندكم تبقى منه كل طائفة تتشارك وتبقى في برنامج وقت الله. بالنسبة للفقرة المسائية تكون افتتاح رسمي للحاج الملكي في الهبة الملكية الشرفاء، بالإضافة إلى توزيع بعض الفئات الاجتماعية الهشة اللي تستفاد من الهبة الملكية، وتكون احتفال رسمي بطرح الهبة في جو الشارع القرآنية، بالإضافة إلى الدعاء الطاج المولائي الأمير المولائي. الخميس الأول يكون الموسم ديال الفقراء الإعلاميين، الخميس الموالي يكون الموسم الكامل اللي هو ما عندوش ذاك الطابع اللي عنده طابع فولكلوري شعبي، تكون الطوائف الشعبية بحال الحيك الرواق بحال الشاب بحال السواد بحال السواد اللي تيجيو يقدموا بعض الهدايا واللي تحتفلوا بهذه الفكرة السنوية الإعلامية. بعده تكون في الخميس الموالي، كل خميس يكون قبيله معينه اللي تجيب هذه الفولكلور ديالها وتجي تخلد هذه الفكره الاحتفاليه بشكل معين. وبين الموسمين موسم العالمي والموسم الكبير، الموسم الكبير هو الموسم اللي فيه الطوائف الدينيه بين قوسين، تدخل جمعية الحزب الى القرآن الكريم لأيامها الثقافية، وهذا العمل في القطعة الرابعة واللي هي عبارة عن ندوات ثقافية ومحاضرات دينية، واللي كيشاركوا فيها ألمع الدكاترة على المستوى الوطني، منهم الدكتور أحمد بوكيلي، والدكتور شفيق الإدريسي، والدكتور حمد الثاني، والدكتور عبد الوزاني. هاد الدكاترة هادو معاد بالإضافة إلى أمسية قرآنية بالطبع، وهي أول مرة تكون مجلسية بالمناسبة، واللي تيكون فيها أجود القراء على المستوى الوطني، منهم مفتاح السي الكوشيش، السي عبد الله، اعتذر على ما قلت، بالاضافه الى هذا سيكون كصله وصل بين المغاربه وبين المتحف اللي دخل الاسلام المغرب، واللي هو اللي كتزيد ديك روابط الاعتراف الجميل والاعتراف ذلك انه دخل الاسلام، وتكون تحديد ديك الثانويه بشكل اللي تكون
الاغلبيه ديال المشاركين فيها كيجوز بالنيه ديالهم كل فرد كل الامان وكل الاخلاص باش يقدموا احسن ما عندهم للناس اللي اخر هذه المسائل كلها تكون تاثر من الناس.